مضت الأيام وإذا بمصر تصاب بكارثة جديدة. لقد جاء إليها نابليون بونابرت غازيا بجيش كبير، وقبل نزوله إلى الأسكندرية أرسل رسوله إلى السيد محمد كريم زعيمها وقتئذ، يؤمنه على مركزه ويعرض عليه البقاء في منصبه إذا هو ساعد الجيوش الفرنسية على النزول إلى أرض الوطن. ولكن هذا البطل المصري لم تخدعه هذه الألفاظ البراقة، وأبى أن يترك بلاده فريسة لهذا الأجنبي الغاصب. أبى أن يلقي سلاحه من يده وعاد يكافح على رأس بقية من الأحرار المجاهدين، حتى قبض عليه رجال نابليون وأرسلوه للقاهرة لمحاكمته. ولم يسع نابليون إلى أن أوحى إلى المجلس العسكري الذي شكل لمحاكمته أن يحكم على كريم بالقتل رميا بالرصاص مع مصادرة أمواله وأملاكه، على أن يكون له الحق في افتداء نفسه بـ30,000 ريال. وصدر الحكم كما